أنا عايز اروح لجانب متعلق بفريق شباب بلوزداد اللي هنواجهه ان شاء الله يوم الجمعه على استاد برج العرب الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة بقيادة تحكيمية للحكم الكيني بيتر ويرو. فريق شباب بلوزداد النهاردة هيسافر أو خلاص حاليا دلوقتي هو في الطيارة اللي جاية إن شاء الله على القاهرة عشان يستعد لمواجهة الأهلي. عنده غيابات مؤثرة. انا هقول معلومه لكن المعلومات دي محدش يبني عليها ان كده المباراه تبقى سهله احنا دورنا بس ان احنا نقول المعلومه نادي شباب بلوزداد اعلن القايمه الرسميه على الصفحه الرسميه على الفيسبوك قايمه النادي على صفحه النادي على الفيسبوك ولكن فوجئت من خلال القايمه ان في اتنين من العناصر الاساسيه اللي في خط الدفاع مش موجودين مع فريق شباب بلوزداد ابرزهم شعيب قداد ده مدافع الفريق رقم اتنين وده كابتن الفريق مش موجود مع بعثة فريق شباب بلوزداد وكمان اللاعب رقم 20 الظهير الأيسر يوسف العوافي الظهير الأيسر يوسف العوافي في فريق شباب بلوزداد مش موجود مع الفريق اللي جاي للقاهرة عشان مواجهة الأهلي يوم الجمعة اللي جاي وبالتالي اتنين من العناصر الأساسية وتحديدا في خط الدفاع مش موجودين في مباراة النادي الأهلي كمان في أربع لعيبة في قائمة فريق شباب بلوزداد ما كانتش موجودة في غانا في كوماسي لمواجهه ميدياما المدرب باكيتا ضمهم للقائمه عشان يكونوا موجودين في مباراه الاهلي يوم الجمعه اللي جايه اربع لعيبه كانوا بره الماتش فبالتالي ممكن يكون في تعديل على تشكيله فريق شباب بلوزداد يوم الجمعه اللي جايه بنتكلم على من عنصرين الى ثلاث عناصر يعني الظهير الايسر يوسف بلعيف مش موجود بنتكلم على كداد المساك برضه كمان مش موجود لكن اسامه درفيلو المهاجم موجود طلال بصوف رقم 10 موجود مامادو سماكه اللاعب المالي موجود في مزيان موجود على فكره من اللعيبه اللي رجعت وانضمت حسين بن عياده كان غايب الفتره الاخيره هيكون موجود في قائمه فريق شباب بلوزداد